عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير والسعادة ويا مرحبا بكم ويانا في حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الشارقة، طبعا عبر مؤسسة الشارقة للإعلام. ومع بداية الأسبوع ويوم السبت طبعا يمكن هو مميز للجميع لأنه ما شاء الله يكونوا واعين من وقت، وفي نفس الوقت إجازة للبعض. لذلك نصبح عليكم بالخير، نتمنى لكم أسبوع طبعا ناجح وموفق، وإن شاء الله اللي يبتدي يعني أسبوعهم من باكر أيضا نتمنى لهم إجازة سعيدة، ونتمنى لهم أنه يكون أسبوع ناجح. نرحب فيكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم مع بداية الأسبوع، وطبعا فقراتنا المختلفة والمتميزة وأيضا الفقرات اللي تعودتوا عليها، بتأكيد الإطلالة المميزة اللي تعودنا عليها دائما للشيف ماجد الصباغ. صباحك الله بالخير. صباح النور، أهلا بك، وصباح الخير للسادة المشاهدين. حياك الله. طبعا شيف، نحن ننتظر دائما يوم السبت حتى تكون ويانا تقدم لنا يعني هذه الوجبات أو الأشياء المميزة اللي تقدمها، الخلطات الجميلة. لكن اليوم أنت قلت مع بداية الأسبوع خليها فواكه وخليها صحية، شو بتقدم لنا اليوم؟ أنا بعد بنتظر كل سبت لحتى أكون معاكم وأكون مع السادة المشاهدين. اليوم إن شاء الله راح يكون معنا، بما أنه بداية الصيف فعندي فواكه كثير متنوعة، راح نحاول نقدمها بأكثر من طريقة لحتى أشجع الناس تتجه على الفواكه وتستخدمها، وأكثر من نوع كمان مو نوع واحد. نعم جميل، نحن ننتظر هذه الوصفات المميزة. أنا عن نفسي صراحة كل شيء تسويهني أنا أصير أطبقه بعدين في البيت ويطلع وايد حلو. طيب نحن أكيد بنتكلم أكثر عن اللي بتقدمه اليوم وعن الفواكه، خصوصا ان مثل ما قلت نحن بدينا في الصيف، يمكن الصيف يحتاج لانواع معينه ايضا من الفواكه والخضروات. ان شاء الله بنرجع لك بعد شوي شيف ماجد. وطبعا مشاهدينا كالعاده بنعرفكم ويانا باهم عناوين هذا الصباح. وأيضا مشاهدينا نحن بانتظار تواصلكم ويانا في البرنامج عبر أرقام الهواتف اللي بتظهر أمامكم على الشاشة، لأن اليوم معنا أيضا سؤال، فبتأكيد بنستقبل اتصالاتكم. أيضا كل من حاب أنه يسوي مداخلة ويا شيف ماجد أكيد نرحب باتصالاتكم، أيضا نرحب بتواصلكم الدائم سواء أثناء الحلقة أو أيضا على مدار اليوم عبر طرق التواصل اللي ظاهرة أمامكم، صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، أيضا عبر اليوتيوب والأونلاين الخاص بالقناة، أيضا إيميل البرنامج والإنستغرام الخاص بالمؤسسة. بالتأكيد نحن نرحب مشاهدينا بأي اقتراحات بأي ملاحظات لكم عبر هذه الطرق. وبالتأكيد نذكركم دائما بالتطبيق الخاص بمؤسسة الشارقة للإعلام واللي متوفر طبعا في كافة المتاجر، وهو SMC. هذا التطبيق خاص بمؤسسة الشارقة للإعلام، من خلاله يمكنكم أيضا التواصل ومتابعة البث المباشر للمؤسسة وكل البرامج اللي تعرض. نرحب فيكم مشاهدينا، نطرح عليكم سؤالنا لليوم مثل ما تعودتوا أنه دائما مع بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع يكون معنا سؤال، وهذا السؤال طبعا جائزة نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. سؤالنا بسيط جدا اليوم، كم تبلغ مساحة إمارة الشارقة؟ كم تبلغ مساحة إمارة الشارقة؟ ونحن بانتظار تواصلكم، اللي يعرف الإجابة بالتأكيد بيجاوب، واللي ما يعرفها بعد يعني عن طريق محرك البحث جوجل ممكن أن يحصل الإجابة سهلة جدا. وطبعا هذا السؤال هو يعني مب عشان نصعب السؤال، لكن هو للتواصل وياكم حتى نسمع أصواتكم في البرنامج. نحن بانتظار إجاباتكم على هذا السؤال مشاهدينا خلال الحلقة عبر أرقام الهواتف اللي ظهرت أمامكم قبل قليل. نبتدي وياكم وكالعادة ويا أخبارنا المحلية، وأولى أخبارنا طبعا أو أول خبر ويانا لهذا اليوم، رئيس الدولة ونائبه هو محمد بن زايد يهنئون ملك الأردن ورئيسي اليمن وإرتيريا ورئيسة الأرجنتين. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وبعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كريستينا كيرتشينز رئيسة جمهورية الأرجنتين، وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلادها. وبعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أرتيريا، وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيات تهنئة مماثلة، وبعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. أيضا مشاهدينا ننتقل معكم لخبر آخر. الإمارات الأولى عربيا وشرق أوسطيا في التنافسية العالمية 2014 والرابعة عالميا كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا للعام الثاني على التوالي في التنافسية العالمية لعام 2014، والمركز الرابع عالميا في الترتيب العالمي فيما يخص صورتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية، متفوقة بذلك على كندا وسويسرا وهونغ كونغ والسويد وغيرهم. كما احتلت الإمارات المركز الثامن عالميا في التنافسية العالمية لعام 2014 للعام الثاني على التوالي، وجاء ذلك في التقرير السنوي حول التنافسية العالمية لعام 2014 الذي أصدره مركز التنافسية العالمي التابع لكلية إدارة الأعمال العالمية بمدينة لوزان السويسرية، والتي تعد واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وقال التقرير أن العناصر التي استند إليها الخبراء الذين أعدوا التقرير اعتمدت على ما تتمتع به الإمارات من إمكانات، إضافة إلى مرونتها الاقتصادية أو موازنتها الاقتصادية والقدرات والإمكانات التي توفرها في مجال الأعمال وأدائها التنموي. إذن مشاهدينا نوقف شوي عند هذا الخبر. الإمارات الأولى عربيا وشرق أوسطيا في التنافسية العالمية لعام 2014 والرابعة عالميا كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية. يعني طبعا هذا الخبر مشاهدينا يعني يمكن الكل تكلم عنه وعن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنها للعام الثاني على التوالي طبعا الأولى عربيا وشرق أوسطيا في التنافسية العالمية 2014. طبعا هذا التقرير مشاهدينا يعني له جوانب كثيرة، ما ينظرون لأي دولة من جهة واحدة وإنما ينظرون لها من فروع متعددة جدا. يعني من خلال هذا التقرير أو من خلال قراءاتنا عنه يمكن أكثر من 330 فرع يعني يختصون فيه، يسوون طبعا دراسات عنه، يشوفون هذه الدولة، يشوفون إمكاناتها أيضا هذه الدولة. فبالتالي اليوم الإمارات تستحق هذا المركز لأن اليوم عندها كثير من الإمكانيات اللي تأهلها أنها تكون في هذا المركز، وتأهلها أيضا أنها تكون ضمن التنافس مع هذه الدول الكبيرة والكثيرة أيضا. عفوا اليوم تشارك في هذه التنافسية العديد من الدول ويمكن دول متقدمة جدا، ولكن اليوم الإمارات قادرة على هذا التنافس لأنها أيضا تعمل كفريق واحد. وهذا يذكرنا طبعا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يوم قال أن اليوم الدولة تعمل يعني تعمل كفريق عمل واحد، وأن الهدف الأساسي طبعا من هذا الشيء هو إسعاد هذا المواطن. فبالتأكيد اليوم هذا العمل كفريق واحد، أن اليوم الدولة كلها بكافة جهاتها بكافة منشآتها حتى ويا مواطنيها تعمل كفريق عمل واحد، فهذا يدل على القوة. اليوم مثل هذا التكاتف الكبير، مثل هذه المحاولات اللي نحاول من خلالها أن نتقدم للأمام، ما ننسى يعني مثل جلسات العصف الذهني، هذه الجلسات اللي كانت مستمرة على مدار أيام
لأخذ آراء الناس، لأخذ أفكارهم، لطرح كل ما هو جديد وكل ما هو مميز. اليوم الإمارات تحتل هذا المكان أكيد بجدارة. أيضا ما ننسى من مقولات أيضا صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله، أن أيضا اليوم العمل أو مثل هذه التنافسية يحتاج العمل التقدم أيضا مع الحفاظ على القيم. اليوم ولله الحمد أن هذا التقدم أصبح موجود والكل يعرفه تماما، ومع هذا اللي يعرف دولة الإمارات واللي يجي لدولة الإمارات وحتى اللي ما وصل لدولة الإمارات يعرف أن كم هي محافظة على القيم. ويمكن أبسط مثال اليوم أن مثلا لو شفنا أن امرأة اليوم مثلا من اللي يحتلون بعض المناصب، نلاحظها اليوم نشوفها بقيمها بمحافظتها تمثل الدولة في أكبر المحافل. فاليوم أيضا المحافظة على القيم بجانب هذا العمل، بجانب هذا التكاتف، بالعمل بروح الفريق الواحد أكيد أهلها. اليوم السياحة موجودة، الاقتصاد موجود، أيضا القيم موجودة، كل شيء موجود. وأيضا ما ننسى أن الإمارات يعني أيضا في هذا التقرير أو في هذه التنافسية احتلت المركز الثالث عالميا في السياسة المالية أيضا. طيب ننتقل لخبر آخر عن وزارة الاقتصاد، تعد أجندة فعاليات متنوعة مصاحبة للمعرض الخليجي 15 بالشارقة. تشهد النسخة 15 من المعرض الخليجي المشترك الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 26 وإلى 30 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة للمعارض والمؤتمرات. عددا من الفعاليات الهامة المصاحبة وأبرزها ملتقى رجال الأعمال الخليجيين بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون. وذكر سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الوزارة وفي إطار حرصها على تنظيم المعرض الخليجي المشترك 15 بأفضل صورة ولتعزيز جاذبيته وإضفاء قيمة مضافة عليه، حرصت على وضع أجندة فعاليات مصاحبة أبرزها ملتقى رجال الأعمال الخليجيين الذي سيقام تحت عنوان تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي. إذن مشاهدينا أجندة فعاليات متنوعة طبعا تعدها وزارة الاقتصاد مصاحبة للمعرض الخليجي 15 بالشارقة، وكنا نعرف أهمية هذا المعرض، أهمية هذه اللقاءات اللي تكون موجودة في المعرض من قبل رجال الأعمال والمستثمرين سواء من الإمارات أو من دول مجلس التعاون. أيضا إقامة هذا المعرض في يعني إكسبو الشارقة، هذا المكان اللي أكيد يستقبل كل الفعاليات ويستقبل كافة الأجندات الموجودة، يستقبل رجال الأعمال ويستقبل أكبر المؤتمرات. أيضا الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه، وأيضا اهتمامه الكبير في مثل هذه المؤتمرات، في مثل هذه اللقاءات الودية اللي فعلا ممكن تعمق العلاقات. ومثل يعني ما هو مذكور أيضا أن هذا الملتقى تحت عنوان تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، وطبعا هذا يمكن الهدف ومن الأهداف الأساسية لإقامة مثل هذا المؤتمر. أيضا مشاهدينا ننتقل لخبر آخر، الهوية تدعو مؤسسات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز ترابط أنظمتها الإلكترونية أفقيا وعموديا. أكدت هيئة الإمارات للهوية أهمية الربط الإلكتروني بين أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات والارتقاء بها إلى مستويات تحقق رضا المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وإحداث نقلة نوعية في مشاريع الحكومة الإلكترونية نحو التحول إلى الحكومة الذكية. ودعت الهيئة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الانتقال من مرحلة التركيز على تطوير وتحسين مواقعها الإلكترونية وتطوير خدماتها بشكل فردي إلى الاهتمام بتعزيز الترابط بين أنظمتها أفقيا وعموديا، لتتمكن من مواجهة تحديات المستقبل والمحافظة على قدراتها التنافسية وتحقيق متطلبات الاستدامة في مختلف مجالات عملها، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي وسرعة انتشار الأجهزة الذكية التي باتت في متناول أيدي مختلف أفراد الجمهور يتطلب من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص أن تصبح أكثر ذكاءً وابتكاراً وإبداعاً، وخصوصاً فيما يتعلق بالأساليب والوسائل التي تقدم بها خدماتها لمتعامليها.
إذن مشاهدينا، الهوية تدعو مؤسسات الدولة ودول مجلس التعاون إلى تعزيز ترابط أنظمتها الإلكترونية أفقيا وعموديا. ننتقل وياكم أو آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم، وهو عن حالة الطقس. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق خاصة الساحل. الرياح جنوبية شرقية جنوبية غربية من 10 إلى 24 كيلومتر في الساعة خلال الصباح والليل، تصبح غربية شمالية غربية من 16 إلى 32 كيلومتر في الساعة بعد الظهر والمساء. البحر خفيف إلى متوسط، ويبلغ ارتفاع الموج ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى 3 أو 4 أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة 8:47 صباحا، وفي تمام الساعة 10:08 مساء، وأدنى مستوى للجزر عند الساعة 3:09 مساء. هذا والله أعلم. وطبعا نحن مشاهدين نحاول كل يوم أن نوافيكم بحالة الطقس، أكيد بتواصلنا مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. طبعا ننتقل لزميلتنا صاحبة أحلى صباح طبعا علياء المنصوري، واللي كل يوم تكون موجودة في أحد أسواق إمارة الشارقة، يعني تتجول في هذه الأسواق، تعرفنا طبعا شو الموجود فيها، تعرفنا بالأسعار أيضا. اليوم جولتنا بتكون في سوق السمك. طبعا ننتقل للزميلة علياء. صباح الخير يا علياء. أحلى صباح عليكم متابعي صباح الشارقة، وأيضا زملائي في الاستوديو من سوق السمك. مثل ما عودناكم ننقل لكم أسعار وأنواع السمك الموجودة في السوق في هذه الأيام. سلام عليكم. اليوم كم الكيلو الموسى؟ 25. موسى ب20. أنزين، والقرفة؟ 25. 25. 25. وسلطان إبراهيم شوف 25. كم الكيلو؟ كيلو 25. 25 سلطان إبراهيم. الحلوى؟ حلوى 30 كيلو. كيلو ب30. وجش صح؟ كم كيلو الجش؟ 20. جش اليوم ب20. انزين، والسردين؟ 5 كيلو 5 دراهم كالعادة. والحبار؟ حبار 20 كيلو. 20 الكيلو 20 بالنسبة للحبار. نشوف مع بعض هني في هذا المحل عندنا بعض الأنواع من الربيان وأم ربيان. أم ربيان كم اليوم؟ 60 درهم في كيلو. اليوم أم ربيان، لحظة خلينا نشوف أم ربيان مع بعض، الكيلو بكم؟ 60 درام. 60 درام بالنسبة حق أم ربيان. انزل، والربيان هذا مال وين؟ هذا مال عمان، هذا كبير، تايجر ربيان. تايجر ربيان، كم سعر الكيلو؟ 80 درام هذا. 80 درهم، واللي يمه؟ هذا 75 درام. هذا جنبه ولا؟ جنبه هذا يصير. كم سعره؟ 75 درام. 75 درهم، انزل، والربيان الصغير هذا بعد من عمان؟ هي مال عمان، هذا 45 درام في 55. هذا 45، هذا 55. أيوة. بعد هذا فيه. هو تايجر بس صغير صح؟ هذا تايجر بس صغير، سعره ب65. نشوف هذا المحل في هذا الجانب شو عنده من أنواع السمك. سلام عليكم. الجش كيلو كم جش صح؟ كيلو 20 درهم. كيلو 20 درهم. هذا شو؟ هذا بدا. بدا كم الكيلو؟ 20 درهم. درهم. انزين، هذا باركولا. جد باركولا. اوكي، كم سعر الكيلو؟ المحار كيلو 10. المحار الكيلو ب10. انزين، نشوف محل ثاني ونشوف شو عنده من انواع مختلفه من السمك. نشوف هذا المحل على هذا الجانب. طبعا مشاهدنا في انواع مختلفه من السمك ما كانت موجوده في الاسابيع الماضيه، بنشوفها مع بعض ونتعرف عليها. السلام عليكم. السردين كيلو كم؟ السردين 5 درهم. 5 دراهم، هذا شو؟ هذا سيف رندو. شو اسمه؟ سيف رندو. سيف رندو؟ اوكي، كم سعره؟ هاي كيلو 15. كيلو ب 15. سلطان ابراهيم كم الكيلو؟ 15. هذا شو؟ الجش. جش؟ اشوفه؟ الجش الكبار. كم سعر الكيلو؟ كيلو 15. كيلو ب 15 بالنسبة حق الجش اليوم. نشوف شو عندنا، هذا شو؟ تبان. كم الكيلو؟ واحدة عبة بـ5. الحبة الواحدة ب35.
نشوف هذا المحل شو عنده من انواع ثانيه من السمك. السلام عليكم. تي شويه هني عشان تراويني السمك اللي عنده. شويه. كم عد كم الكيلو؟ كم عد 45. 45؟ كم عد؟ والحلوه؟ حلوه 25. حلوه ب 25. القرفه كم الكيلو؟ القرفه هذا كيلو 25، الثانيه 10، الصغير 10. الكبار من القرفه ب 25 مال وين؟ ماليني هذا محلي، والصغار مال وين؟ والصغار عندنا بكم الكيلو؟ الكيلو ب 10 دراهم من السعوديه. الجيش بكم؟ 20. اليوم الجيش ب 20، وسلطان راح؟ 15. انزين، القبقوب اللي عندك مال وين؟ قبقوب عماني. شوف القبقوب هني، كم سعر القبقوب؟ هذا 20، الكبار فيه 30. انزين، الصغار ب 20 والكبار ب 30، وهذا القبقوب من عمان. نشوف في هذا الجانب هني في انواع سمك جديده. سلام عليكم. انزين، هذا شو؟ تبانه؟ انزين، كم سعر الكيلو؟ الحبه ب 40. انزين، الهامور كم الكيلو؟ على السمار، على السمار. سمار مو سمار ولا سنار؟ سمار سمار. سمار، انزين، كم الكيلو؟ هذا 20 هذا كيلو. كيلو اليوم ب 20. انزين، هذا شو؟ هذا السمك موسى هذا. هذا موسى؟ اوكي، هذا موسى واحد ثاني يعني في اوكي. كم؟ عماني هذا سميد. هذا كم؟ هذا من 15 كيلو. 15 كيلو. سلطان ابراهيم. الوانه حلوه هني، الوانه واضحه. هذا مال وين؟ هذا مال هني هذا محلي. سلطان ابراهيم كم الكيلو قلت؟ 20. ب 20. نشوف مع بعض هذا الجانب شو عندنا من انواع السمك. سلام عليكم. تعال خبرني، هذا شو؟ نيسر. سمك نيسر كم الكيلو؟ كيلو 10 ريال. ب 10 دراهم بالنسبة حق النيسر. هذا شو؟ هذا بياح. بياح كم الكيلو؟ تنعد هذا هني ولا؟ هذا 55. الكيلو ب 55 بالنسبة حق التنعد. وهذا شو؟ هذا تبان. تبان كم الكيلو؟ الكيلو 10 ريال. الكيلو بعد ب 10 دراهم. نشوف هذا المحل في هذا الجانب، او خلينا ننتقل هالجانب اول شيء بعدين ننتقل لجانب ثاني. بكم السردين؟ كيلو 5 درهم. 4 كيلو 15. 4 كيلوات ب 15 درهم. الحلوه بكم؟ حلوه 25 كيلو. الزبيدي؟ الزبيدي 45 55. شوف راوني الفرق عشان اشوف، اذا اشوف الفرق بينهم امسك الاثنيناتهم. هذا الصغير؟ ايوه. هذا الصغير كم الكيلو؟ هذا كيلو 45. اذا اشوف الكبير؟ 55 كيلو. 55 الكيلو. الربيان اللي عندك مال وين؟ ربيان عماني كم الكيلو؟ 40 درهم. وهالربيان الصغير؟ 30 درهم بعد عماني. زين، شو عندنا هني؟ القرفه كم الكيلو؟ هذا كبار 20، بعد صحيح في 10 درهم. الكبار ب 20 بالنسبه حق القرفه، والصغار ب 10 دراهم. شو عندنا بعد هني؟ عندنا بعد قبقوب مره ثانيه عماني بكم الكيلو؟ 25 كيلو. 25 درهم بالنسبة حق القبقوب. والحبار؟ والحبار الكيلو ب 20 درهم. مشاهدينا، كانت هذه جولتنا في سوق السمك في الجبيل في الشاردة. نرجع الحين للاستوديو صباح الشارقة. يعطيك العافية طبعا علي المنصوري، واليوم زميلة علي ما شاء الله مندمجة سوق السمك، شكلها ما أكلت طبعا في الإجازة سمك، فاليوم وافتنا بهذه الأسعار. كل الشكر لك أختي علي، وشكرا للزميل أنس كان وياها، أنس سلطان، يعطيكم العافية، ويعني دائما تمتعون بهذه الجولات المميزة في أسواق الشارقة. طيب، نحن أكيد بنتواصل وياكم مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا بنرجع ونستقبل اتصالاتكم على سؤالنا لليوم، وسؤالنا كان بسيط جدا، كم تبلغ مساحة إمارة الشارقة؟ ونشوف من استطاع أن يجاوب على سؤالنا. ناخذ أول اتصال. السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، يا مرحبا وسهلا، من ويانا؟ حبتين. سعيد محمد الظاهري من الشارجه. يا مرحبا بك يا سعيد، اول مره تكلمنا؟ اي والله اول مره. يا هلا وسهلا، عرفت الاجابه؟ 2590 كيلومتر.
2590. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. مشكور يا سيدي، يعطيك العافية. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا، من ويانا؟ يا أهلين، محمد معتصم عواض. حياك الله يا محمد معتصم، من وين؟ من الشارقة. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ على ما أتوقع 2590 كيلومتر. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. مشكور يا محمد. ناخذ بعد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من ويانا؟ مريم عبد الله صديق. حياك الله يا عبد المنعم، من وين اتصالك؟ الشارقة. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ الإجابة 2590 كيلومتر مربع. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا يا عبد المنعم على اتصالك. ما أدري معنا بعد اتصال؟ انزين، نحن بانتظار تواصلكم مشاهدينا. وسؤالنا كم تبلغ مساحة إمارة الشارقة؟ نبتدي وياكم أخبارنا المنوعة اللي من خلالها نقدم لكم بعض المعلومات. خبرنا الأول يقول انقطاع التنفس خلال النوم قد يسبب فقدان السمع. وجد باحثون أمريكيون أن انقطاع التنفس خلال النوم قد يكون مرتبطاً بفقدان السمع. وأفاد موقع هيلث داي نيوز الأمريكي بأن دراسة أعدها باحثون من مركز مونتفيو الطبي في نيويورك أظهرت أن انقطاع التنفس خلال النوم قد يضر بالسمع ويقود إلى فقدانه. ونقل عن الباحثين قولهم أن الدراسة تدعم الفكرة القائلة أن انقطاع التنفس خلال النوم لا يحصل بطريقة معزولة، بل هو إشارة إلى وجود مشاكل طبية غير معروفة. وقالت إحدى المشاركات في الدراسة الدكتورة نعومي شاه أن انقطاع التنفس خلال النوم مرض مزمن وممنهج أكثر مما هو مجرد حالة تحصل خلال النوم. وأوضحت أن من الأرجح أنه يؤثر على أعضاء عدة في الجسم، ولذا نعتقد أنه لابد من البدء باعتبار انقطاع التنفس خلال النوم مرضاً مزمناً. ولفتت إلى أنه بحسب الدراسة فإن 10% من المتطوعين كانوا يشكون من انقطاع التنفس خلال النوم، و 31% من مشاكل السمع. إذن هذه الدراسة عن انقطاع التنفس خلال النوم قد يسبب فقدان السمع، وايضا اوضحوا ان يعني من خلال هذا الخبر ان هذه مو بحاله او مجرد حاله، انما ممكن تدل على بعض الامراض المزمنه واللي تاثر على اعضاء عده في جسم الانسان، واهمها طبعا السمع. لذلك اللي يحس انه يصير عنده مثل هذه الحاله بالتاكيد لازم انه يكون متابع مع المختصين حتى يقدر يتفادى هذه المشكله اللي ممكن على المدى البعيد تاثر عليه بشكل كبير. ايضا ننتقل وياكم مشاهدينا لخبر اخر، يمكن هذا الخبر يخص الرياضيين اكثر. تدريبات التحمل تؤثر في انتظام ضربات القلب لدى الرياضيين. حذر علماء من أن اللاعبين الرياضيين قد يتعرضون إلى خلل في ضربات القلب بسبب تدريبات التحمل، وقد يحتاجون الجهاز لتنظيم ضربات القلب. وتوصل فريق من الباحثين في مؤسسة القلب في بريطانيا بعد إخضاع فئران التجارب للتدريبات إلى حدوث تغييرات جزئية في الجزء المسؤول عن توليد ضربات القلب بشكل طبيعي. وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتيجة ربما تفسر انخفاض معدل ضربات القلب لدى الرياضيين البارزين في وضع الراحة، وتعرضهم بشكل أكبر لمخاطر اضطرابات في ضربات القلب. وبرغم ذلك يقول العلماء أن فوائد التدريبات الرياضية لا تزال تفوق في قيمتها أي مخاطر. ويتمتع اللاعبون الرياضيون عموما بلياقة بدنية عالية، لكن المفارقة أنهم معرضون بشكل أكبر لخلل في انتظام ضربات القلب أو اضطرابات ضربات القلب، خاصة حينما يكبرون في السن. ويعتقد العلماء أن ذلك يرجع إلى فترات التدريب الطويلة التي يؤديها الرياضيون استعدادا للبطولات الكبيرة، مما يؤدي إلى بطء ضربات القلب. وبينما يبلغ معدل ضربات القلب في وقت الراحة عند البالغين ما بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة، فإن ذلك المعدل قد ينخفض عند الرياضيين إلى 30 ضربة في الدقيقة أو حتى أقل من معدل الضربات في وقت الليل حينما تكون هناك فترات توقف طويلة بين ضربات القلب.
إذن مشاهدينا يعني في هذا الخبر يحذرون من أن تدريبات التحمل ممكن تأثر في ضربات القلب عند الرياضيين. يمكن الاستعدادات الكثيرة خصوصا للرياضيين اللي يكونوا يستعدون لبطولات طبعا بارزة، فممكن أنهم يكثفون التمرينات، فهذا ممكن أنه يسبب اضطرابات في القلب خصوصا أنه أو اضطرابات يعني تحديدا في ضربات القلب خصوصا يوم يكون مثلا في فترة الراحة، يعني فترة كثيرة ممكن يتعرض لمجهود وفترة أخرى يكون مرتاح تماما فيها، فممكن أنها تسبب اضطرابات القلب، وممكن أيضا على المدى البعيد هم يعني يحذرون من هذا الشيء، لكنهم ينصحون أيضا بممارسة الرياضة دائما ولكن في حدود معينة حتى ما يصاب القلب بأي نوع من التعب. بننتقل وياكم مشاهدينا قبل ما نواصل طبعا أخبارنا المنوعة لتقرير هذا التقرير، طبعا مشكورين قناة حصريا على اليوتيوب زودتنا فيه، ومشكورين طبعا على تزويدنا بهذه الفيديوهات الحصرية لبرنامج صباح الشارقة. هذا التقرير عن أسئلة أو أسئلة طريفة تدور دائما في بالنا، لكن السؤال دائما إنه هل لها إجابة ولا لا. نحن بنتعرف على هذه الإجابة من خلال التقرير وراجعين لكم. Thank you.
حياكم الله من جديد مشاهدينا ومشكورين طبعا قناة حصريا عبر اليوتيوب على هذا التقرير المميز. نص الأسئلة اللي موجودة اليوم في التقرير سألها رائد الدالاتي قبل سمعناها من نفعل، ممكن تكون هذه الأسئلة تدور في بال البعض، لكن يمكن ما أدري ما توقع كلها، يعني ما توقع أن كلها أن حد بيسأل مثلاً السمك يشرب ماء يعطش ولا لا، هذه الأسئلة ما توقع، بس ممكن أسئلة ثانية تكون فعلاً موجودة في بال الإنسان وممكن أنه يسألها. فطبعاً من خلال هذه التقارير مشاهدينا مثل ما شفتوا يعني عنده سؤال يطرحها دائماً الإنسان، إذا في أي تساؤل في باله من الأفضل أنه يسأله ويقوله. نرجع وياكم لأخبارنا المنوعة، وخبرنا التالي: قريباً أجهزة أبل تعمل بالطاقة الشمسية. منح المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية شركة أبل براءة اختراع تسمح لها بتطوير أنظمة شحن بالطاقة الشمسية لأجهزتها المزودة بشاشات تعمل باللمس. وتعتبر براءة الاختراع الأخيرة نسخة مطورة من براءة اختراع كانت أبل تقدمت بها إلى المكتب في سبتمبر 2008، ولكن البراءة الأخرى مرتبطة بالأجهزة الأقل تطوراً من الهواتف الذكية المعاصرة حسب ما ذكر موقع أبل إنسايدر. ووفقاً لبراءة الاختراع الحديثة يمكن لأبل تزويد أجهزتها بخلايا شمسية بين طبقات شاشة اللمس لتشكل نظاماً متكاملاً للشحن بالطاقة الشمسية. يمكنه تخزين الطاقة في بطاريات الأجهزة سواء المزودة بشاشات زجاجية أو بلاستيكية مرنة. ومن شأن هذه البراءات تعزيز احتمالات اعتماد أبل على الطاقة الشمسية في منتجاتها المقبلة، ومن بينها ساعتها الذكية المنتظرة آي ووتش. ويذكر أن أبل تعمل حالياً على اختيار العديد من التقنيات غير التقليدية لشحن أجهزتها بالطاقة، على غرار الشحن عبر طاقة الحركة للاستفادة من حركة ذراع المستخدم أثناء حمل واستخدام الجهاز. إذن مشاهدينا يعني قريباً أجهزة أبل تعمل بالطاقة الشمسية، هاي بتحل كل المشاكل والهواش اللي في البيت على شواحن الأجهزة. يعني اليوم الكل يتضارب على الشاحن، الكل يبغي يشحن جهازه أولهم. أستاذ صلاح صح؟ تهاوش في البيت صح؟ هي الكل يتهاوشون على الشاحن، خصوصاً أن اليوم في استخدام يمكن الأجهزة الذكية وهذه الشاشات استخدامها على مدار اليوم من خلال يعني التطبيقات الموجودة، برامج الدردشة، طرق التواصل الاجتماعي، فالاستخدام دائما يكون بزيادة. لذلك اليوم تحاول أبل أن من خلال هذا الاختراع أن تقدم الشحن بالطاقة الشمسية، ونحن ما شاء الله يعني على حرارة الجو على الطاقة الشمسية الموجودة عندنا، ما أعتقد حد بعد اليوم أي جهاز عنده بيكون فاضي. نروح لخبر آخر مشاهدينا عن غياب الوعي يهدد عيون الأطفال. ترتفع نسبة الإصابة بأمراض العين عند الأطفال خصوصاً في البلدان النامية نظراً لعدم الوعي بها والجهل بأخطارها، ما قد يؤدي لاحقاً إلى فقدان حاسة البصر لديهم. والحول والعين الكسولة من بين أكثر أمراض العين شيوعاً في العالم بما فيها المنطقة العربية، وهي أمراض مجتمعية تشكل نسبة عالية تصل إلى نحو 7% حسب إحصائية سابقة لمستشفى مورفيلدز البريطاني. ويأتي الحول مع الولادة ويظهر في مراحل الرضاعة الأولى، وبإمكان الأم ملاحظته فوراً وتفادي المشكلة في مراحلها الأولى. أما كسل العين فيقع نتيجة عدم تلقي العين السليمة تحفيزاً مناسباً في مرحلة الطفولة، ما يؤدي إلى ضعف في البصر قد يستمر مدى الحياة إن لم يعالج. ولكن أمراضاً أخرى تختبئ خلف كرة العين لا يمكن التنبؤ بها، أمراض تلعب بالبيئة والعامل الوراثي دوراً كبيراً في حدوثها، ومسؤولية الأهل هنا يجب أن تكون حاضرة خاصة فيما يتعلق بالوعي والفحوص الدورية لدى الطبيب. فعين الطفل وتحديداً الرضيع حساسة للضوء والهواء أكثر من الإنسان البالغ، ويركز الأطباء دائماً على أعراض تخبرهم سابقاً بالمشكلة خاصة فيما يتعلق بدرجة انتباه الطفل للضوء والحركات، وأيضاً قدرته على نقل بصره من جهة إلى أخرى، أيضاً أعراض قد يساهم التنبه لها في علاجها مبكراً قبل أن تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى انطفاء نور
العين. إذن مشاهدينا، غياب الوعي يهدد عيون الأطفال، وبالتأكيد يعني لازم كل الحرص من الأهل ومن الأم بالتحديد خلال الفترة الأولى من الرضاعة، ربما يعني تؤدي إلى أمراض يمكن بعدين تكون مزمنة بالنسبة للطفل. أيضا ممكن تؤدي إلى يعني مشاكل كبيرة في العين مثل الحول أو العين الكسولة. طيب، بما أن نتكلم أو كان آخر خبر عن الأطفال، يعني خلنا نروح أيضا مع عالم الأطفال من خلال هذا التقرير، نتعرف على الطفل. الطفل طبعا يحب دائما في الأسواق أنه ينطلق، يحب أنه يكون على راحته، يحب أنه يشتري كل شيء في خاطره، يحبون أيضا أن يكون لهم يعني عربة خاصة فيهم، يحس أنه من خلال هذه العربة يأخذ كل اللي هو يبغي ويشتري كل اللي هو يبغي. ويأيدوني في الرأي طبعا مصورين اللي موجودين ويانا. لذلك مشاهدينا، خلونا نروح من خلال هذا التقرير نتعرف على الطفل وأيضا على تسوقه، وراجعين لكم. في عصر مراكز التسوق الكبيرة وجدت عربات تسوق الأطفال الصغيرة. هذه العربة التي انتشرت في كثير من المتاجر والمحلات ولاقت إقبالاً كبيراً بين الأطفال، كونها تعزز فيهم حب الاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية. لكن طبيعة الطفل لا تسمح له بمعرفة الطريقة التي يجب عليه استغلال تلك العربة الصغيرة، وهنا يأتي دور الأهل في توعية أبنائهم في سن مبكرة. أختار لها الصراحة، أقول لها يعني تختارين مثلا ثلاث أشياء عندك إياها تأخذينها، إذا شفتها أنها هاي مناسبة أخليها، إذا ما عيبتني أقول لها لا مو بهاي الثلاث أشياء، اختاري شيء ثاني. هو بيجيبنا هنا على هذا السوق عشان بس في سبيل يستخدم هذه العربية، وبنتسوى إحنا في الجمعية من هنا في سبيل بس نرضي، هي أي حاجة بنستخدمها للبيت وهو بيحط بإيده بس تحت إشرافنا، يعني بيستخدم هذه تحت إشرافنا. في البرازيل أصدرت وزارة التربية والتعليم مادة سلامة التسوق للتلاميذ ممن تتراوح أعمارهم من سن الرابعة حتى التاسعة، لتوعية الأطفال بكيفية اختيار المنتجات الصحية والابتعاد عن المنتجات المضرة بالصحة، وأهمية الحفاظ على ترتيب المتاجر احتراماً للعاملين فيها. للعربة الصغيرة متعة وتعليم للطفل، لذا يبقى على الآباء أخذ هذه العربة بجدية تامة وليس اعتبارها وسيلة إلهاء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وطبعا يعني تعرفنا على عالم الطفل او على تجول او تسوق طبعا الطفل وعالم الخاص، ويمكن الاشياء المميزه اللي يختارها دائما، ايضا احساسه انه عنده عربه خاصه فيه ويحب انه يتسوق، شيء جميل. بننتقل، ما ادري امنه، بنروح لحدثه، ننتقل وياكم لحدثة في مثل هذا اليوم مشاهدينا الكرام، من خلالها نعرض لكم مجموعة من الأحداث حدثت في مثل هذا اليوم. أول أخبارنا اليوم في مثل هذا اليوم من عام 1819، مولد الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى. وفي مثل هذا اليوم من عام 1844، مخترع التلغراف سامويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور. وفي مثل هذا اليوم افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عاماً من البناء. وفي مثل هذا اليوم من عام 1924، وفاة مصطفى لطفي المنفلوطي، أديب مصري.
وأيضا في مثل هذا اليوم من كل عام يصادف اليوم الوطني في إريتريا. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم لكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا وصلنا لهذه الفقرة اللي من خلالها بنطرح موضوع وأكيد بنتناقش فيه ونطرح بعض الأسئلة على ضيفنا بالاستوديو. اليوم موضوعنا عن الزواج، قد يجمع الزواج شخصين من عالمين مختلفين مشاهدينا ويستمر للمحبة والاحترام، ولكن ما مدى صعوبة الاعتياد في حال كان الطرف الآخر من طبقة اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهل يسبب ذلك مشاكل بين الزوجين؟ بنتعرف أكثر على هذا الموضوع، بنتكلم أكثر عنه ويا ضيفنا بالاستوديو الاستشاري النفسي والأسري الدكتور هلال الصوافي. صباح الخير، حياك الله. صباحكم الله بالخير والعافية، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. بداية أستاذ، يعني مثل ما قلنا في المقدمة، اليوم ممكن هذا الزواج يجمع بين شخصين من طبقات مختلفة اجتماعيا تماما، يعني ممكن يكون الطرف غني طرف فقير، وممكن يكون من طرف الزوجة أو الزوج، فهل تتوقع أن هذه ممكن تكون مشكلة أو تسبب مشاكل؟ هو حقيقة هذا ما يشكل صعوبة في الحياة الأسرية. نعم. وهو أن الزوج قد عاش في بيئة اجتماعية وتلقى مشارب مختلفة عن المشارب التي تلقتها المرأة في حياتها الاجتماعية. نعم. ثم هؤلاء الطرفين اجتمعوا في منزل واحد رغم اختلاف ظروف تربية هذه المرأة ورغم اختلاف ظروف تربية هذا الرجل. نعم. عندما يجتمعوا حقيقة هذه الاختلافات تشكل نسبة ليست ببسيطة من نتيجة الطلاق ما بين هؤلاء الزوجين في المستقبل والعياذ بالله، لكن مسألة الاختلافات من ماذا تأتي؟ تأتي العلماء عندهم نظرية السلوك. تحدث أو تأتي نظرية السلوك، سلوك الإنسان ما يجي مباشرة. صح. يمر على مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي الإيمان والمعتقدات ما بين اختلافه ما بين الرجل ما بين المرأة. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى القيم والعادات اللي هي نفس التربية الأسرية، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى بعد القيم والمعتقدات ينتقلون إلى مسألة مهمة جدا وهي الجانب العلمي اللي هي تسمى القدرات والمهارات. نعم. ثم ينتقل بعد ذلك يأتي السلوك، ولذلك إذا مرور الأمر بهذه الأشياء ثم يأتي السلوك فعلا يحدث مشكلة ما بين الزوجين، قد يحدث مشكلة ما بين الزوجين عند اختلاف هذه الأمور بينهما. شو المشاكل أو شو الصعوبات اللي ممكن يواجهها الطرفين في حال عدم وجود التوافقات؟ من المية صلاح مو مشكلة. عموماً هي الاختلاف أو الفروقات التي تحدث ما بين الزوجين، سواء كان هذه فروقات، نحن خلنا نتكلم عن الاختلافات الاجتماعية. عندنا حالتين أساسيتين ما بين هذا الأمر. الحالة الأولى أن تكون الزوجة من بيئة غنية والرجل من بيئة فقيرة. هاي يمكن تسبب مشكلة أكثر، يعني غير أن يكون مثلا الزوج غني والحرمة فقيرة، ممكن تسبب مشكلة. هي في النهاية إن شاء الله نتمنى أنهم يمتلكون المهارات للتغلب على المشكلة، لكن نحن نذكر إذا كان هؤلاء الزوجين لا يمتلكون المهارة للتخلص من هذه المشكلة. ليست بالضرورة أن تكون المشكلة ما بين الزوج والزوجة. قد تكون المشكلة ما بين الزوجة وما بين أسرة الزوج. صحيح. أو ما بين الزوج وأسرة الزوجة. صحيح. في حالة أن تكون الزوجة، ركزي معاه في الحالتين هذيلة، لما تكون الزوجة من بيئة غنية ويكون الزوج من بيئة متوسطة الدخل ثم يلتقون في أسرة واحدة، هنا قد تعاني المرأة مشكلة مع الزوج وتعاني المرأة أيضا مشكلة مع الأسرة. صحيح. المرأة غنية والرجل دخل متوسط أو دون المستوى، وكذلك الأسرة. الحالة الثانية هي حالة أسهل قليلا، عندما تكون المرأة من بيئة متوسطة أو دون المستوى في الدخل مع رجل ثري أو غني أو متوسط عالي. هنا لا تواجه مشكلة مع الزوج، لكنها قد تواجه مشكلة مع أسرته، ليس بسبب الأسرة وإنما بسبب نقص الثقة في نفسه، لأنها جاية من أسرة
ذات دون مستوى في الدخل. بس أعتقد يعني دكتور أن يوم يكون الزوج مثل ما قلت متوسط الدخل وتكون الزوجة غنية، يمكن بشكل عام كنا نحن يعني عرب ومسلمين ودائما الرجل هو اللي يكون يعني يقوم بكل شيء، فبالتالي يمكن تسبب مشاكل نفسية أكثر للرجل أكثر من المرأة. يعني ممكن المرأة اليوم تكون ما تحسس بأي نوع مثلا من النقص نهائيا، لكن هو داخليا شعوره ممكن يتأثر أكثر أنه مش قادر أنه يعيشها بالمستوى مثلا اللي هي أساسا يتمنى. ولذلك هذا السؤال يقودنا أو هذه النقطة تقودنا، هل إذا المرأة ساعدت الرجل في تغطية تكاليف المنزل كونها هي من مثلا من الدخل العالي ستقضي هذه على المشكلة؟ في الحقيقة هي قد تغطي المشكلة بشكل ما، لكنها لا تقضي على المشكلة خارجيا، تغطي خارجيا يمكن. لأن نحن بهذه الطريقة قاعدين نمشي عكس الفطرة الإنسانية والإسلامية والشرعية. صحيح. اللي هي أن الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله وبما أنفقوا. نعم. ولذلك الرجل عندما يشعر أو مثلا يرى بأن زوجته ستقوم بتغطية النقص الذي يمتلك من خلال توفيرها المادي، يهتز عنده ركن أساسي ألا وهي الرعاية بالنسبة للمرأة أو الثقة بالنسبة للمرأة. وقد أيضا نرجع المجال لحديث الشياطين الأسرة، نحن نقول المجتمع المبرى موجودين مجموعة من الناس الذين يحاولون أن يفرقوا، أيضا للحديث في هذا المجال. لذلك أنا لا أرى حقيقة أنه من حل من حلول المشكلة هي أن تقوم المرأة برعاية هذه الأسرة، أو مثلا أن نقول لا الحمد لله سيتفاهم الرجل مع المرأة في طريقة الصرف. نعم هذا سيعطي حلا قابل للمشكلة، لكن ما هو الحل المناسب؟ نعم. هو أن نبرمج أنفسنا وأن نغير من ذواتنا وأن نأقلم طبيعتنا على الحياة أو المواد أو الأدوات التي نمتلكها بعدة طرق. الطريقة الأولى هي أن نمتلك المرونة. الحياة الأسرية بلا مرونة لا يمكن أن تستمر. نعم. وكلنا يعلم ذلك. صحيح. وما هي المرونة؟ هي المرونة أن أعيش على قدر دخلي، أعيش على قدر طاقة زوجي. نعم. أعيش على قدر البيئة التي أستطيع أن أعيشها. نعم. يعني تتوقف دكتور، يعني اسمح لي أقاطعك، تتوقف يعني الزوجة عن مساعدتها أو أنها تغطي بعض التكاليف، خلاص تتوقف وتعيش مثل ما هي على آلية الزوج؟ آلية مساعدتها ستكون الحل الثالث من الحلول هذه. نتكلم آلية مساعدتها، لكن في المقام الأول لا نفكر في مساعدتها. يجب علينا، ولا هي تقول في ذاتها أني أنا سأساعد وسأغطي وسأعيش الطبقة التي أريدها والمستوى الذي أريده، هذا خطأ. نعيش على القدر ونصبر. لكن هذا اسمح لي دكتور ما يحسسه حتى هو حتى في هذه الحالة ما يحسسه بالنقص؟ يعني هو اليوم مثلا ممكن يتزوج وحدة، يعني أبسط مثال، ممكن هي متعودة أنها مثلا تروح لمناسبة أو شيء تلبس عباب 2003، هي ممكن أنها ما تروح هذه المناسبة عشان مثلا ما تطلب من زوجها، بس هو في هاي اللحظة ممكن يحس بالنقص أنه شوف هي كيف كانت عايشة واليوم كيف صارت عايشة، عشان أنه ما تحسسني هي بمشكلة. من تستطيع القضاء على هذا الشعور. عندما يشعر الرجل بأن المرأة في حاجز وفي نقص وتشعر بذاتها نقص لا تستطيع أن تعبر عنه، الرجل طبيعته يحس بشعور امرأته أو شعور زوجته. في هذه الحالة هو سيشعر بالنقص. نعم. لكن عندما يشعر الرجل أن المرأة هذه سعيدة معه بكل ما تحمله كلمة السعادة من معنى، نعم، فصدقيني هذا النقص لن يشعر به. صحيح. ولذلك هم لم يتجهوا إلى عقد هذا القران إلا بمعلومية كل واحد منهما بظروف الآخر. صحيح. فالمرأة لم تذهب إلى هذا الرجل إلا بمعلومية وضعه في دخله المادي. نعم. والمرأة كذلك لم تدخل مع الحياة الأسرية في هذا الرجل. ولذلك نقول من النقطة المهمة جدا حتى لا نقع في مثل هذا الصراحة من بداية عقد القران. نعم. بمعنى أن يصارح الرجل زوجته بوضع بتكاليف المادية. وللأسف هناك الكثير من الرجال من يخبونها والكثير من السالفي من هذا المجال حياتهم المادية عن زوجتي حتى تتزوج ثم تتفاجأ بعد ذلك. لا، يجب عليك شرعا أن تبلغها بوضعك المادي. إذن المرونة، الصبر، التحمل، وأن لا تطلب منه ما لا يطيق. بمعنى أن الصحابيات إذا خرج الصحابي يوما ما توصيه من على الباب، تقول له نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. والله وين الحين تحصل حد يقول هالكلام الحين؟ إذا ما يعني حتى اللي يبغي يتزوج ويبني أسرة يمكن المهور وغلاء المهور والطلبات الخرافية تخليه مسكين يضطر أنه من الأساس يعني يسكت، أو يمكن
يعني يلغي الفكرة. طيب اليوم لو نتكلم عن هل هذه الخلافات مثلا اللي ممكن تصير يعني هل ممكن تأثر على تربية الأبناء الاختلافات الاجتماعية؟ نعم، هي إذا تم إدارة هذه الاختلافات الاجتماعية بالشكل الإيجابي هذا لن يحدث خلاف بإذن الله، لكن في حالة عدم إدارة هذا الخلاف بالشكل الإيجابي 100% سيحدث هناك نوع من الانفصام في عند الطفل الداخلي في عملية الشراء، بمعنى أن الأب يتجه اتجاه معين في شرائه لطفله ومن ثم تجد الفروق عند الأم، مثلا يتجه إلى الأم تشتري له ما تريد لكن الرجل يتحفظ على الشراء، والطفل لا يملك الإدراك الحقيقي، بالتالي سيميل إلى أمه عاطفيا من أكثر. نظرة مادية وليست من نظرة عاطفية أمومة حقيقية. صح. صح. لكن نحن نرجع ونقول عند إدارة المشكلة بالشكل الإيجابي لن تحدث هذه المشكلة. الأمر الثاني الذي يجب علينا أن ننبه منه، لا نقارن أنفسنا بالآخرين، لا نقارن حياتنا في الحياة الأسرية والله فلان عنده وفلان سوى وفلان عطى وفلان. صحيح. لا، هذه المقارنة. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه وما أشرت إليه سابقا اللي هو المرأة إذا أرادت أن تساعد الرجل هناك آليات. نعم. يجب عليه أن لا تشعر بمساعدتها وبتمني وتمني على نفسه على ذلك. والأمر الثاني أن عندما تساعدها أن لا تبين للآخرين ذلك، يعني لا تعلن للآخرين أني ما بيني وما بين زوجي أساعده وأغطي له، لأن ذلك قد يحدث مشكلات. إذن المشكلات التربوية لن تحدث في حالة مراعاة وإدارة هذا الموضوع بالشكل الإيجابي. أما بمسألة أن تقولين أن الجميع يعاني والجميع، نعم، يدي مع يد الإعلام، مع يد المستشارين. صحيح. مع يد التثقيف، إن شاء الله سنقضي على المشكلة بالشكل الإيجابي. إن شاء الله نتمنى هذا الشيء، حتى يعني يستطيعون حتى الشباب اللي بعدهم في بداية حياتهم يعني بناء أسر. نحن بنواصل هذا الحوار دكتور، لكن بعد ما نروح مع هذا التقرير أو استطلاع يعني رأي المشاهدين عن هذا الموضوع وراجعين. ليس بعائق نهائيا إذا توفر الدين وتوفر الخلق، أكيد إن شاء الله تعالى. وعن تجارب أنا تجربة مرت معي الحمد لله رب العالمين. هلا هذا شو بيرجع حسب تربية الشخص وثقافته وبيئته اللي تربى فيها ونفسيته، ممكن يشكل وممكن ما يشكل، يعني ما فيك تجاوبيه بكلمتين. هذا بحث طويل عريض. إذا كانوا بيعرفوا عن بعض من قبل بظن أنا ما في لا مشاكل لا عوائق، لأنه يكون دارسين حالة بعض من قبل. أما إذا ما بيعرفوا بعض وفجأة صارت الخطبة والتعارف والزواج أكيد في مشاكل. إنه ما بيكفي المادة، بس إذا أخلاقه مو منيحة أو أخلاقه مو منيحة مثلا، إنه المادة ما بتكفي، لازم يكونوا متفاهمين مع بعض بالأول. غالبا يشكل هذا إذا لم يكن هناك تفاهم ما بين الزوجين، يشكل تفاهم، يصير أكو قناعة بالموضوع. بس أكو عوائل، ما أكو مثلا لنفرض نساء ما أكو قناعة بالوضع المادي مالت الزوج، فبالتالي بصير مشاكل. والله هو ترجع الموضوع للزوج، إذا كان هو يعني طبيعة تربيته وأخلاقه يعني ما هي مادية، ما عاد في فرق. بس إذا كان هو مادي أكيد حيفتش وين في فلوس بيحاول يقتنصها، وبالتالي أكيد حيفتش على زوجة اللي حيستفيد منها. أكيد بأثر يعني، لأنه المفروض كل أحد يأخذ زي مستوى ونفس ما هو عايش، وإذا الله أعطاه كمان أو زيادة بدها تتعايش مع هالشي هذا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وعودة طبعا لضيفنا الاستشاري النفسي والأسري الدكتور هلال الصوافي. يعني شفنا رأي بعض المشاهدين. دكتور اليوم شو دور الأهل، يعني اختلاف الطبقات، شو دور الأهل في التوفيق؟ أنت قلت في البداية ممكن يكون في مشاكل مع أهل الزوج أو الزوجة، شو دورهم خصوصا يعني خصوصا إذا كانت المرأة أكثر من طبقة مرفهة؟ نعم، حقيقة دور الأهل يمثل درجة كبيرة جدا، وخاصة أم الزوجة. بمعنى أن أم الزوجة عندما تأتي لها ابنتها تشكي لها الحال مثلا، أو تحدثها عن أن هذا الرجل الذي تزوجت لا يوفر لي كل شيء، أو أن هذا الزوج والله ما يرفهني، ماذا يكون دور الأم في هذه الحالة؟ يجب عليها أن يكون دور المصلح وليس دور المفسد. نريد أن نرى أمهات فعلا
تحرص على أسرة ابنتها أكثر من أي حرص آخر، بمعنى أن تطمنها وتقول لها يا ابنتي إن السعادة الأسرية ليست بقدر ما نعيش من بيوت ومن رفاهية ومن أدوات، إنما السعادة الحقيقية ما نعيش تفاهم ومن راحة نفسية وتفاهم واستماع وسعادة. ولذلك كثير من البيوت التي نراها عامرة ودور ودورين وثلاثة، لكن حقيقة في داخلها الكثير من الأحزان والمشاكل. يتمنى الإنسان أن يعيش في غرفة لا يعني لا تتعدى 6 متر في 7 متر مثلا، لكن هو زوجته وأبنائه، لكنهم يمتلكون معايير السعادة، السعادة والاستقرار، أفضل من أن يعيش في بيوت عالية جدا وكل يوم مشاكل على قضايا ليست لها معنى. ولذلك دور الأهل هو أن يزرع، أن تزرع الأم في نفس ابنتها أن الإنسان ليس بما يملك إنما بمن يملك، بمعنى أنت لست بما تملكين من المال وإنما بمن تملكين من هذا الزوج من سعادة واستماع وغيرها. عندما تخلق هذا الحوار وهذا النقاش وتدرك أم الزوجة هذا الأمر، صدقيني سيكون لها بالغ الأثر على ابنتها. صحيح. والله نلاحظ يا دكتور هالأيام يعني في طلبات مبالغ فيها، يعني حتى اليوم لو جاها مثلا الريال ولد الناس اللي يخاف الله ما يهمها هذا الشيء، يهمها أنه هو كم بيدفع لي وكم بيعطيني. مثل يعني قبل فترة يعني مشكلة طرحت أو موضوع طرح في برنامج الخط المباشر عبر إذاعة الشارقة، طالبة 25 سيارة مهر. طالبة انزين لو طلبت مثلا سيارة، نقول تبغي سيارة حق نفسها، تبغي مثلا سيارة فخمة أو شيء، ربما هو حتى ما يقدر على هالشيء، لكن 25 سيارة شو بتسوي فيهم؟ بتوزعهم؟ ما أدري. فلذلك يعني نلاحظ أن اليوم ما صاروا يهتمون بالشخص نفسه بقدر ما يهتمون بطبقته الاجتماعية. طيب اليوم دكتور لو هذه الزوجة متعودة على أمور معينة في حياتها، يعني حتى لو حاولت أن تعيش على مستوى الزوج لكن في أمور معينة هي متعودة عليها، هل مثلا أن هذه الأمور لو أنفقت عليها من جيبها ممكن أيضا تخلق مشكلة حتى لو كانت أمور بسيطة؟ أيوة، نحن كما ذكرنا أن قضية أن تدفع المرأة وتغطي تكاليفها المادية بنفسها هذا لا يشكل مشكلة، لكن وفق آلية محددة. بمعنى أن المرأة يجب عليها أن تستشير زوجها، أني أنا سأوفر هذه الأشياء من المال الخاص فيني أو مثلا المال الموجود عندي أو المال الذي سمحت لي بتركه معي. في هذه الحالة يشعر الرجل أنه ما زال قوام على المرأة. الأمر الثاني أن لا تبلغ الجميع بذلك، وأنا أركز على هذه النقطة. بعض النساء عندما تغطي شيئا في البيت ما تسمع إلا اليوم الثاني أحد أخواتها أو إحدى مثلا قريباتها تعير هذا الزوج، أنك أنت ما تي بالشلفة، هي اللي تيبها بنفسها وهي اللي تسوي بنفسها، وهذا يمثل للرجل جرح في المشاعر. صحيح. كبير جدا لا يمكن بشكل عام. هي البيوت أسرار، يعني أيوة بشكل عام أي سر فيها المفروض ما يخرج. نعم. ولذلك إذا أرادت أن تغطي شيئا باتفاقها مع الرجل في المنزل هذا لا يمثل مشكلة، بالعكس هذا من باب التعاون ومن باب كسب الأجر هي لنفسها، أو أرادت أن تغطي لأبنائها شيئا من ملابسهم أو احتياجاتهم من خلال إذن زوجها فهذا لا يمثل مشكلة. ما في مشكلة، بشرط قلنا بشرط أن لا تبين عند عطائها نوعا من الكبرياء، 1. 2. أن تكون مبينة للرجل أن هذا بعد إذنه، 3. أن يكون الموضوع سريا فيما بينهما. نعم. طيب اليوم بعض الزوجات يوم يكون زوجها حالته المادية يعني ما تسمح أن يعيشهم بمستوى عالي جدا، وفي نفس الوقت هي مقتدرة مثلا، فما بتحط فلوسها بس بتخليهم وتعني الريال، ما فيها مشكلة لو تعاونت نوعا ما مع بعض الأخوات يلجؤون مثلا أن ما تقول له أنا بصرف أو بسوي، بس ممكن تعطيه مبلغ معين مثلا وتقول له حط فلوسي على فلوسك واصرف على البيت. هل هذا التصرف خاطئ؟ بالعكس، أنا أراه أكثر صحيا نفسيا للرجل من الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى هي تنفق على أدوات ينبغي هو أن يغطيها، فمثلا تنفق على نفسها في ملابسها أو في أدواتها وأغراضها أو على أدوات الأطفال، لكن في الحالة الثانية لا، هي تعطيه مبلغا فهو يشعر أنه يمارس دور الأبوة. صحيح. يمارس دور الأبوة. ولذلك ما نريد أن ننبه له وبصورة أساسية جدا أن الحياة
عندما تكون مليئة بالسعادة السعادة لا تشترى بالمال طبعاً. والسعادة طبعاً. دائما تشترى بالممارسة ولذلك صحيح. أيتها الزوجة أيتها المرأة إذا وجدت الرجل الذي يغمرك بالسعادة فاعلمي أنه هو أفضل رجل على سطح الأرض صح. ولا صح. تقارني فيه بالآخرين صح. فقد يكون هناك منازل يملؤون نساءهم بالمال وبالذهب ولكنها لا تجد كلمة سعيدة في اليوم الواحد بالفعل بالفعل عموما نتمنى فعلا من الجميع أن يمشون على هذه النصائح وشاكرين وجودك ويانا بالاستوديو الدكتور هلال الصوافي الاستشاري النفسي والأسري شكرا جزيلا على وجودك شكرا جزيلا راجعين لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير مشاهدينا نذكركم طبعا بسؤالنا لليوم كم تبلغ مساحة إمارة الشارقة ونستقبل اتصالاتكم ونقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا هلا وسهلا منو يانا؟ ليث شادي منو؟ ليث ليث حياك الله يا ليث من وين اتصالك؟ من أبوظبي يا هلا وسهلا شو الإجابة؟ 2590 كيلومتر مربع إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة شكرا ليث ناخذ اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام يا هلا وسهلا منو يانا؟ أنوار حياك الله من وين اتصالك يا أنوار؟ يا هلا وسهلا شو الإجابة؟ 2590 كيلومتر إن شاء الله تكون إجابة صحيحة شكرا يا أنوار اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا هلا وسهلا صباح الخير صباح النور كيف الصحة اليوم إن شاء الله تمام؟ الحمد لله الله يبارك فيك خفت البلاعيم شوي؟ الحمد لله يعطيك العافية تذكريني باسمك؟ مجد إبراهيم محمد هياك الله شو الإجابة؟ 2570 كيلومتر مربع 2500 وكم؟ 90 إن شاء الله تكون إجابة صحيحة الله شكرا حبيبتي اتصالك طيب نحن يعني مشاهدينا بننتقل للشيف وأشوفه ما شاء الله اليوم قاعد يتفنن تماما في الفواكه حياك الله من جديد شيف أهلا بك يا صباح الخير وصباح الخير أكيد للسادة المشاهدين مثل ما حكينا في بداية الحلقة نحن حابين أنه اليوم نقدم تشكيلة من الفواكه طبعا نحن في بداية الصيف أهمية الفواكه لا تقتصر فقط على أنه العطش أو إرواء الجسم في إلها فوائد كثير حتى بمد الجسم بالطاقة والرطوبة للجسم طبعا نحن كمان تعتبر أغلب الفواكه مواسمها في الصيف يعني موسم الصيف يعتبر هو الموسم لأكثر أنواع الفواكه لكن طبعا الحمد لله بوجودنا بدولة الإمارات الفواكه يعني بكل الأعوام أو على مدار العام بكل الأشهر هي موجودة يفضل طبعا الفاكهة الموسمية يفضل الأورجانيك كلنا صرنا نعرف الفواكه اللي هي مزروعة طبيعيا أو موجودة بموسمها هلق الفرق ممكن نتكلم هون بعد عن العصير والفاكهة يعني نحن لو تكلمنا أنه شو الفرق أن نتناول العصير ولا الفاكهة بظن أنه الأغلب يعرف أنه لازم ناخذ العصير وعفوا لازم ناخذ الفاكهة أكثر من عصيرها الاثنين مفيدين لكن الفاكهة فيها ألياف فأنت بتكون ماخذ الفايدة أكثر وعند العصر ممكن يحصل تلف لبعض الفيتامينات أو المواد المفيدة اللي موجودة بالفاكهة هاي شيء ثاني شيء الفاكهة أكيد بتكون طازجة أكثر يعني من العصير اللي ممكن يكون مجهز سابقاً أو فيه إضافات ثانية بعد الكمية يعني نحن لو حبينا نشرب عصير البرتقال فممكن نشرب كاسة واحدة اللي هي عبارة عن 4 إلى 5 حبات برتقال لكن لما بنتناول البرتقال بالكثير راح نتناول حبتين وهون يكون كمية السكر اللي تناولناها أقل بكثير عندي تشكيلة كبيرة اليوم حاولت أني أسوي الفواكه بأكثر من طريقة لحتى ننوع فيها في البيت حاولت أنه بنفس الطريقة حتى يكون عندي أكثر من يعني لما بدي أخلطهم مع بعض كفروت سلطة أو سلطة فواكه حاولت أنه يكونوا أكثر من مادة لأنه في ناس بيقولوا ما بحب هاي الفاكهة أو بتجنبها وخاصة الأطفال فهون نحن ممكن يكون معنا يعني نوع من الحيلة البسيطة على الأطفال إنه نمزج الفواكه مع بعض فما يحسوا بالطعم بنفس الوقت يتناولوها طبعا الخلط أو المزج هو على طول بيكون في فائدة لأنه نحن عم نغير في الشكل عم نزيد المواد اللي عم نقدمها في فكرة أو معلومة كمان عن الفواكه الاستوائية أنا موجودة معاي هون خليني بس استعرض بعض الفواكه عندك فكرة شو اسم هاي الفاكهة
شو رايك نخليها سؤال الحلقه القادمه؟ طيب هاي الفاكهه هي البابايا وهي فاكهه استوائيه. طبعا حبوبها او الناس اللي يعرفوها من داخل فيها نكهه القهوه، وهي الفاكهه كويسه كثير ان نتناولها مثلا مع عصير الليمون لحالها، اذا اخذناها مع عصير الليمون جدا مهمه للجهاز الهضمي. هلا هذا اعتقاد موجود او فكر انه هي للجهاز الهضمي كفاكهه البابايا نفسها، لكن انا اللي بدي اعممه انه كل الفواكه الاستوائيه مفيده للجهاز الهضمي. بس عندي والله يا شيف بعد هذا الشكل الجميل ما حد بياكلها، حرام تاكلها. طيب هذا شيء بدل على انه نحن خلينا نربط الشكل بالفائده. هاي ما يسمى الدراجون فروت او فاكهه التنين. هاي شكلها بتكون، طبعا في منها الاصفر، في منها اللون هذا الجميل. لونها على فكره هي مو حلوه كثير كنكهه سكر ما فيها، لكنها من الفواكه الاستوائيه مثل ما حكيت. هلا الفواكه الاستوائيه اللي انا بدي اذكرها انه هي فواكه تحوي على انزيمات بتساعد على الهضم وما بتاثر على الماده الغذائيه. في معلومه في ناس بيعرفوا او بيسووها يمكن ما بيعرفوا شو السبب، انه لما بيتبلوا اللحم الاحمر خاصه بيوضعوا معاه كيوي او بيوضعوا معاه الاناناس. صحيح. هلا هاي الفكره، نعم هاي الفكره، هم بيفكروا انه هي بتطري اللحم، هو مش ما بيكون اي تاثير على اللحم نفسه، لكن بيكون تاثير انه هي تحتوي على انزيمات بتساعد على الهضم، فبتخلينا نهضم اللحوم الحمراء بسلاسه اكثر بدون ما تتلف المواد اللي موجوده فيها، طبعا بدون المواد الكيماويه اللي هي مطري لحم او ما شابه. طيب نبدا باول شيء، خليني ابدا من عند الفروت سلطه اللي هاي ما عليها خلاف. فانا راح اضيف عندي المانجا، طبعا هون اهم شيء نحاول انه نقطع كل المقادير باحجام واحده، خلينا نقطعهم كلهم باحجام متساوي، وهذا امر مهم كثير انا باكد عليه لحتى يكون في يعني ذوق شويه في التقديم، ويحاول يكون الوان مختلفه. ضفت الاناناس، كمان عم ضيف الدراجون فروت او فاكهه التنين، العنب وبالوانه. هون بدي اذكر كمان قيمه غذائيه مهمه، انه نحن لما بنضيف الفواكه الالوان الطبيعيه، يمكن ذكرناها سابقا ببرنامجنا، هي محاربه للالوان الصناعيه تماما. يعني سبحان الله معروف انه الالوان الصناعيه قد تسبب السرطان، فالانتي اوكسيد او الالوان الطبيعيه هي بتكون مضاده لهي للاكسده وبتساعد الجسم على التخلص من السموم، فهي امر مهم كثير نعرفه. هلا غالبا لما بنتناول الفواكه نحن الفروت سلطه بنشوف بالمحلات بيكونوا ضايفين لها العصير البرتقال، عفوا بيكونوا ضايفين لها السكر الشيره القطر، او بيضيفوا ايس كريم او ما شابه. انا البديل عندي حتى ما يتغير لونها انه نضيف لها نحن عصير البرتقال الطازج، يعني ممكن نعصر معها برتقال، حتى ممكن ان نفرم البرتقال بداخلها، فبهاي الحاله بنكون استغنينا عن انه نضيف ايس كريم او نضيف سكر زياده او نضيف السكر الصناعي للمادة. هاي بالنسبة للفروت سلطة، وممكن كمان اني انا زينها لو اخذت اوراق الاناناس مثلا بهاي الشكل، فهي طريقة بسيطة كثير اني ازين فيها الفروت سلطة من نفس المادة اللي انا عم بستخدمها. طبعا هلا في شيء ثاني وهو مهم كثير، وبحكي للاطفال ومهم لكبار السن، انه انا اخذ نفس الفواكه لكن استخدمها مع اللبن. اللبن طبعا فيه قيمه غذائيه عاليه كثير، وخاصه اذا اخترنا اللبن اللي غني بالخمائر، يعني في لبن غني بالخمائر بيكون مهم كثير للهضم، فممكن انه نحن ناخذ، طبعا عم بحكي اللبن الزبادي يعني مشان ما يكون في التباس خاصه عند اخواننا المصريين، فعم بحكي عن الزبادي، لبن الروب، نفس تشكيله الفواكه اللي انا بحبها اخليها مع اللبن، وهون بنكون حصلنا على طبق صحي وكمان في قيمة غذائية عالية بهاي الشكل. تفضلي شيف من غرفة التحكم، ليش في رمضان يكثرون في سلطة الفواكه الموز والهمبة؟ ليش في رمضان؟ ليش يحطوا الموز والمانجو؟
هلق ما أعرف ليش يكثروا، يعني أنا ما عندي هذا الاعتقاد إنه هم فعلًا يكثروها برمضان، لكن الموز فيه طاقة عالية، المانجو فيه سكر عالي، ممكن بيساعدنا على إنه يخلينا تعويض يعني شوي. لا نعم، كفترة طويلة نظلنا في يعني مود كويس أو ما نشعر بالجوع. وأصلًا الموز يعني يوصفونه يقول لك إنه حتى اللي عنده توتر أو شيء إنه يأخذ الموز، لأن المواد اللي فيه تساعد على صح. إفراز يعني هرمونات صح. السعادة. اوكي هلق سعاده هاي كمان فكره جديده باخذها منك. هذاك اليوم قرينا الخبر يقول لك انه يعني في يفرز الانزيم الهرمونات الخاصه بالسعاده، فالشخص ممكن المتوتر او العصبي اذا كل الموز ممكن يحصل سعاده بعده. وحتى العنب هم بعد ذكرنا مره خبر نعم. ان العنب يساعد اللي يعانون من الام في الركبه او من خشونه الركبه، نعم. اللي ياخذون العنب، العنب فيه الماده اللي تحتاجها الركبه، فممكن انه يخفف من الالام. طيب بضيف لك معلومه كمان انا اخذتها، انه العنب يفضل لو نقدر نتناوله مع البذور، مع البذره اللي موجوده داخل العنب لو نقدر نهرسها في الاسنان، فكمان لها فائده غذائيه في الجسم. هلا بشكل عام هو الفواكه يعني نقدر ما حد يختلف انه هي مفيده، يمكن بتكون الفرق بسيط بين ماده وثانيه، ممكن بعض الفاكهه بتكون غنيه بانزيم معين او بفيتامين معين عن الثانيه، لكن بشكل عام كلها كويسه. هلا في عندنا مشاكل الناس اللي عندهم السكر، يعني بيكون عندهم انه تحديد الكميه او تقليلها هاي ممكن ياثر عليهم. هلا هاي بالنسبه للفواكه. على فكره في العصير اللي موجود في السوق اللي هو السموثي، وهو على طول بيكون عباره عن فاكهه زائد لبن او الزبادي، فهون نحن عاملينه بدون ما يكون معصور، بضيفوا له سكر، بضيفوا له ثلج، ممكن كمان نستخدم هاي الماده. انا هون حابب كمان خياري يكون صحي فحضيف العسل، هذا طبعا في حال كنا نحن بحاجه انه يكون نكهه الحلو اكثر، يعني واضحه بشكل واضح او قوي في ما اكتفينا بالحلاوه الطبيعيه اللي موجوده بالفاكهه نفسها. طيب ضل ممكن نعمل شيء معنا، شو رايك؟ طيب خلينا ناخذ فاصل صغير، لانه عندي انا طريقه كمان راح اقدمها للفواكه ممكن تناسبنا بالحفلات او ما شابه. بعد الفاصل الصغير راح نرجع ونتعرف عليها. طيب من جديد رجعنا، وكنا سوينا قبل الفاصل الفواكه، خليناها مع عصير طبيعي، سوينا الفواكه بالروب كمان بشكل يكون فيها قيمة غذائية عالية كتير، لكن ممكن نحن نستخدم أشياء ثانية لحتى تساعدنا نشكل الفواكه بطريقة تكون مناسبة لحفلاتنا، مناسبة لأطفالنا أكثر، مغري لنا لحتى نتناولها، يعني بهاي الشكل اللي هو ممكن يعتبر بالحفلات بوجبات الكوكتيل اللي بدنا نعملها. جميل ما شاء الله. بس شو اللي بعد طالع هناك؟ طيب هلا هو الفكره الحلوه انه نحن بدل ما هاي نسويها ونخليها في الصحن بشكل عادي، ممكن نستخدم كمان الفواكه كهي الديسبلاي لها او اليه العرض، ونستخدمها كالاناناس. انا مثلا هون مستخدم هذه اعواد عاديه. هاي اعواد طبعا في عده اشكال للاعواد وعده احجام، ممكن ناخذ الحجم اللي بدنا اياه، الشكل اللي بدنا اياه، تختلف حسب طبيعه حفلتنا، حسب ممكن ثبت هون اشياء رسمه لطفل او صورته اذا كان عيد ميلاد او ما شابه. بهمني كثير انا في الموضوع انه نحن نغري اطفالنا وخاصه الناس، في انا قابل ناس كثير بيقولوا لي انا ما بتناول الخضره، انا ما باكل ابدا فواكه، فهذا امر جدا يعني بحسه انه شوي غريب. يعني انا بتقبل انه في ناس نباتيين ما بيتناولوا اللحوم، اما انسان ما بيتناول الفواكه او الخضار فهي امر شويه بعيد جدا عن الصحه يعني. فيا ريت نقدمها بطرق مختلفه، خاصه اذا كان اطفال وقادرين نغير عاداتهم، فنقدمها بطرق تكون مغريه لهم لحتى يتناولها. صحيح، يعني فعلا افكار وايد حلوه. بس شايف هم بعد بما انه دائما عندك الافكار المميزه، نبغي الفتره الجايه نقدم افكار بعد لربات المنازل، كون انه خلاص رمضان على الابواب، كل عام وانتم بخير، فنبغي نقدم لهم بعد يعني افكار مميزه سواء في أكيد. الفواكه، الطبخات بعد. صحيح، هذا نعتبره وعد. نحن حسب طبعا مده البرنامج راح اركز يمكن في الاسابيع القادمه شوي على مساله الحلويات السريعه البسيطه اللي كمان راح استخدم فيها
مكونات صحية، يعني راح استخدم عصير الفواكه الطبيعي، راح استخدم أشياء. ترى هو ما شاء الله اللي يميزك دائما شايف إن عندك كل شيء صحي وطبيعي، وفي نفس الوقت عندك البساطة، يعني ما تعقد الأمور على ربات المنازل صراحة. طبعا هاي الأملي إنه يعني تكون فعلا هاي الأمور عم توصل بالطريقة الصحيحة. راح بس أوضح فكرة حلوة بعد، بما إنه نحن عم نستخدم، أنتوا شفتوني نزعت أوراق الأناناس من هون لحتى زين فيها، لكن أنا ما نزعت الشكل، يعني أنا هاممني إنه هذا الشكل أنزعها من هون، لأنه أنا ممكن أخذ لبن، لو باخذ لبن زبادي مثلا وبخليه في هذا المكان، فهون أنا عم بستخدم طريقة حتى كويسة إنه الناس يعني كشكل، وحتى الناس ضيوفنا أو الأطفالنا ممكن يأخذوا هاي الوحدة ويغمسوها في اللبن مع العسل ويتناولوها كطريقة، أو ممكن يكون بصوص بجانبها. وايد حلوة الصراحة، بس لا تنزع يا شيف لين أصورها. طيب أكيد راح نخليهم وراح نصورهم وراح يكونوا على السوشيال ميديا. أكيد. طيب فهاي أطباقنا، مثل ما وعدت إن شاء الله الأسبوع القادم راح أحاول أسوي أطباق تكون فيها الحلويات، نركز شوية على الحلويات بطريقة منزلية، طريقة صحية. بتوقع الفقرة خلصت من عندي، وهلق عندك يعطيك وهيكا. العافية شيف، استمتعني أكيد بهذه الوصفة والطريقة الجميلة، وإن شاء الله بنلتقيك الأسبوع الجاي. شكرا جزيلا. ماجد الصباح. وصلنا مشاهدينا طبعا للختام، لكن قبل الختام نذكركم بمنو اللي فاز ويانا في سؤالنا لليوم. اللي فاز ويانا الأخ سعيد محمد من الشارجة، وطبعا كل اللي جاوبوا عطوا إجابة يعني تقريبية، 2590 هي مساحتها 2600، لكن هو يعني رقم قريب، فبالتالي بنعتبر كل اللي جاوبوا صح. ومبروك للأخ سعيد محمد من الشارجة، فاستمعنا بجائزة نقدية قيمتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. وطبعا الإجابة الصحيحة هي 2600، وتعتبر طبعا إمارة الشارقة ثالث أكبر إمارة في المساحة بعد العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. طبعا ألف مبروك للأخ سعيد، وإن شاء الله اللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله يتابعوا حلقة الخميس، أيضا بيكون في معنا سؤال. ووصلنا للختام، طبعا شكرا شيف ماجد، وتحياتي كنت معكم أنا بوهيثة في هذه الحلقة برفقة شيف ماجد الصباغ، وتحيات طاقم العمل، منتج فني آمن الكتبي معنا اليوم، وكل طاقم العمل بتأكيد يتمنى لكم يوم سعيد، وهذه الحلقة بقيادة المخرج المتميز رائد الدلاتي، ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة باكر الساعة 10 بتوقيت الإمارات. كونوا على الموعد، فمن الله.